عسلامتكم، مرحبا بكم في كوجينتي. اليوم باش نطيب لكم خبز بالحليب. شنو نستحقوا للخبز نتاعنا؟ نستحقوا 500 غرام فرينه، 50 غرام زبده تكون طريه والا زبده ذايبه، 15 غرام خميره فرشكه، واما الخميره العاديه نتاع الخبز خذوا ساشي ولا مغرفه كبيره. شنو نستحقوا؟ 30 غرام سكر، 250 مليلتر حليب دافي، كعب عظم، وعشرة غرامات ملح وإلا مغرفة كبيرة مش مليانة برشا. وتوا أول حاجة ناخذ الريسبيون اللي باش نخلطو فيه، كان باش تعجنو بيديكم أنا باش نعجنها بالماكينة. كنصبو الحليب الدافي ونحطو السكر متاعنا ونحطو كيف كيف الخميرة ونحطو العظمة متاعنا ونحطو 100 غرام فرينه نقولوا هكاك بالعين، جوست شويه مش برشا، نحطوا هكا اربع مغارف ونخلطوهم مع بعضهم. وتوا اكيزها جوست نخلطوها شويه ونخليوها ترتاح 15 دقيقه بشكل خميره تتفاعل وترتاح شويه. وتوا ارتاحت 15 دقيقة، نكملو نصبو بقية الفرينة تاعنا الكل ونعجنوها بالباهي ونصبو كيف كيف الزبدة متاعنا. كيف قلت لكم تحبوا تذوبوها وإلا تخليوها ترية كيف هكا هكا اشوا ليكم، ونخليوها تتعجن 10 دقائق. البات نتاعنا تكملت اتعجنت بالباهي، كرا تجي تتلصق هكا شويه. وتوا باش نخليوها ترتاح ساعتين، على كل ما يرتاح الخبز هذا على كل ما يجيك خفيف وحشوش يقبل. هو ديجا الحليب والزبده معروفه تطري الخبز وتخليه يجيك طري ومزيان. وتوا باش نحطو من اللوطه شويه فرينه، ولكن ما تحبوش الفرينه تنجموا تدهنوها بشويه زبده ولا تبدلوا في صحفة أخرى تخليوها، كنقصوا معون شوية. وتوا نخليها ترتاح سويعتين، نغطي عليها بالباهي، نحلها هكا بعد كل الهواء يخرج ونغطيها ونخليها ترتاح سويعتين وحتى أكثر. البات متاعنا كخمرة خليتها هنا حكيت ساعتين ونص هكاكا زادت بالكدي. توا ناخذوا شويه فرينه نحطوها على البلون باش ما تشدناش، ونهبطوا الخبز البات نتاعنا. توا نحاولوا نخدموا هكا باش ما تشدناش، ما نكثروش من الفرينه، جوز باش نحلوها هكا باش ما تلصقش في البلون، وباش نقسموا خبزاتنا. ندورو كيا نقسموها على زوز باش تنجم تمشي معايا اكثر، خاطر البلون هنا صغير ونحاول نحلها هكا ونقسمهم دي بول صغار باش نعملهم بالميزان. وناخذو توا نقسموهم كل بول نعملوها 45 غرام هكا، كان ما عندكمش ميزان نتوما قسموا بالعين والكبر اللي تحبوا عليه نتوما. نزيد شوية نكمل نقسم كعبيتي ونرجع لكم. تو كملت قسمت لي بول متاعي وزنتهم كل قد قد، ناخذو تو بالكبيرة وهكا نعملو هكا باش يجي من بعد الوجه متاعها مستوي، هكا ننزلو عليها هكا باش تجينا هذه مستوية، ونحطوها على الرخامة ونكعبرو هكا باش يجي منظرها مستوي هكا. وتوا حطيت انا في الطبق بابيي كوسون ونحطوهم واحدة بحدة وأختها لنكملوهم الكل. كمل نحضرهم. كملت شكلت لي بول متاعنا، وتوا باش نغطيوهم وخليوهم يزيدو يرتاحو 30 دقيقة باش يخمرو. وتنجمو زادا تخليوهم هكا تعملوهم الخبز
كعبارات كيف خبز الهامبورغر، واما تعملوهم هكاك دي بول وتاخذوا البول نتاعكم وتخدموها هكا، تحلوها هكا شويه باش تجيكم بالطول. هكايا نحلو ونرفعو على الاحراف ونخليوها هكا يجيكم بيزيت صغيرين نتاع فطور الصباح. الخبيزات نتاعنا خمروا بالباهي كزادوا الفوليوم نتاعهم، وتوا باش ندهنهم بشويه عظم وشويه حليب. عملت عظمه كامله وزدتها مغرفتين حليب وندهنوها هكا بشويه، وكان ما تحبوش نتوما تدهنوها بالعظم نجمو تدهنوها حليب كهو. كمل ندهنهم الكل. توا كملت ادهنتهم الكل بالعظم، ما ننساوش نسخنوا الكوشه باش ما كملنا احنا حضرناهم سخنتنا بالباهي. كتحبوا تخليوهم سامبل ولا ترشوا عليهم هكا شويه سينوج وشويه جلجلان، جلجلان عبيض عندي وجلجلان احمر، هاكا نتوما زينوا كيف ما تحبوا الشواليكم. نجم زيادة حتى تخليوهم سامبل مش لازم تحطو فيهم. وتوا خبيزاتي كملت زينتهم وحضروا، والكوشة متاعنا سخنت. توا باش ندخلهم للفور على تمبيراتور 200 درجة، والوقت هكا انتوما والكوشة وين تراوهم احمروا خرجوهم، المهم انتخ 15 و25 دقيقة كل واحد والكوشة متاعو. الخبيزات متاعنا حضروا وهذا منظرهم الفينال. انا قعدوا لي 20 دقيقة في الكوشة، وهاو كنتوما والكوشة متاعكم انتوما خليوهم اللول 15 دقيقة يطيبوا، ومن بعد عينكم ميزانكم كي تراوهم احمروا خرجوهم. كيجي خفيف وبنين يشره، ننصحكم جربوها. وهذا الخبز متاعنا من داخل كيف جاي خفيف بالكدي وتري، زرتو الفطاير الصباح يجي تحفون، ولا للصغيرات تعملوهم بهم ساندويتشات. وتوا صيفي وقايت البحورات والخرجات، نجمو حتى تعملو كونتيتي كبيرة وتكنجلوها في الكونجيلاتور وقت اللي تستحقو تجبدو يقعد جديد كأنك مازلت كي طيبتو. وهذا خبزنا متاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم. وتنجمو زادا تعملوهم بالطول كان ما تحبوهمش دي بول هكيكا صغار، هكا شواليكم انتوما في التشكيل. ننصحكم جربوه واعطيني رايكم في التعليقات، وان شاء الله تكون الوصفه نتاع اليوم عجبتكم وتجربوها. وما تنساوش كان اول مره تزوروا قناتي باش تشتركوا باش ديما يجيكم جديدي وتكبر رايلتنا بيكم. ونشكركم الناس الكل على دعمكم ليا وعلى كلامكم الحلو في التعليقات، وان شاء الله ديما نحاول نجيب لكم جديد، وان شاء الله نتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. وصحة وبشفى ليكم، باي باي.